إذن سؤالك له شقان، جته الصراحة هل هي سنة، والشق الآخر هل يخالف الإمام يأتي بها أم لا. أما الجواب عن الشق الأول فجلس الصراحة سنة، وينبغي أن لا يغتر ببحث العلامة ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد في هذه المسألة، حيث يذهب فيه إلى أن الرسول عليه السلام فعل ذلك للحاجة وليس تسنينا وتشريعا للناس، فإن هذا القول يبين ما ثبت في صحيح البخاري وفي غيره أن أبا حميد السائلي قال لأصحابه يوما وهم جلوس في نحو عشرة: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: لست بعالمنا بصلاتك. قال: بلى. قالوا: فأعرض. فوصف لهم صلاة رسول الله عليه السلام، فحينما قام من السجدة الثانية إلى ركعة الثانية جلس هذه الجلسة، ثم نهض، ثم أتم وصفه لصلاته عليه السلام، فكان جواب أصحابه الآخرين: صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك حديث في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من الصلاة قام معتمدا على يديه، فهنا في إشعار بجلسة الاستراحة. أما الحديث الأول ففيه التصريح، والشاهد منه كيف يصح أن يقال في فعل فعله الرسول عليه السلام في الصلاة وشاهده منه أصحابه، والأمر كما قال عليه السلام في حديث آخر في غير هذه المناسبة: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ابن قيم أو غيره يعلل تعليلا بعد سبعة قرون، أما أبو حميد الساعدي وأصحابه من الصحابة فهم يصفون ما رأوه بأم عينهم، فلو كان الرسول عليه السلام فعل ذلك للحاجة حينما بدن وأسن كما يقول بعض المتأخرين لم يخف ذلك على الصحابة المشاهدين لصلاته عليه السلام، لا سيما وأبو حميد الساعدي كأنه يتحدى أصحابه ليقول لهم: أنا أعرف صلاة الرسول منكم، لكن مع ذلك صدقوه. قالوا له: صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ من الوضوح بمكان أن الصحابة إذا نقلوا لنا صفة الصلاة وفيها جلسة الاستراحة، ولو كان الرسول فعل ذلك للحاجة لسن كانوا يقيموا ذلك أكثر من المتأخرين الذين لم يشهدوا من صلاته عليه السلام. لذلك يؤكد الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب أنه ينبغي الاعتناء بالمحافظة على هذه السنة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الصحابة. أما الشق الثاني من السؤال فهو أن الإمام إذا كان لا يأتي بسنة جلسة الاستراحة فما يتأخر المقتدي عنه بل يتابعه، لأن متابعة الإمام واجب من واجبات الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وهذا حديث عظيم جدا في تأكيد متابعة المقتدي للإمام ولو كان أخل ببعض السنن، لأن المتابعة أوجب من السنن، فإن هذا الحديث قد أسقط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقتدي ركن من أركان الصلاة،
ألا وهو القيام، كما قال عز وجل في القرآن وقوموا لله قانتين، وكما قال عليه السلام في صحيح البخاري من حديث عمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. هذا القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة أسقطه الرسول عليه الصلاة والسلام عن المقتدي لا لشيء إلا لمتابعته للإمام، فأولى أن نتابع الإمام فيما إذا ترك سنة من السنة. هذا جواب الشق الثاني من السؤال.